رح ناخذ هلا مقادير لمهلبيه الكاسترد ببودره الهيل. بنحب الهيل، بنحب الكاسترد، بنحب الحلويات البارده وسريعه. يوم الجمعه بسرعه ما بتاخذ منك وقت. خلينا نشوف المقادير على الشاشه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لتحضير مهلبيه الكاسترد ببودره الهيل بدنا لتر حليب سائل، باكيت كريم كراميل، 3 معالق كبار بودرة الكاسترد، علبة قشطة، نص كوب سكر، ربع معلقة صغيرة من الهيل البودرة. للتقديم رح نجيب ورد محمدي قابل للأكل يؤكل من عند أي عطار، وفستق حلبي مطحون بودرة ناعم. ولما نقول مهلبية إذن كل المكونات بتنزل على البارد، بنحركها بصير خليط انسيابي منسجم مع بعضه، بعدين بنروح فيها على الغاز. لتر حليب، بسم الله، ننظف مكاننا. لتر حليب سائل، اذا ما عندك حليب سائل بتحطي 4 كوب من المي، وكل كاسة لها 2 كبار حليب بودرة، يعني 6 معالق كبار. تمام، راح نجيب سكر نص كوب، كمان كاستر 3-4 معالق كبار زي ما بتحبي، أنا حطيت 3 بس. بودرة الهيل مش كتير، زيها زي الزعفران والفليفر الثاني، أي نكهة قوية. فرح أحط 1/4 معلقة صغيرة، ظرف من الكريم كراميل 1، كمان رح أحط علبة قشطة، وبدنا نحركهم بالويسك أو المضرب لحتى كل المكونات تنسجم مع بعضها بطريقة صحيحة. رح ننزل علبة القشطة الحديد، إذا العلبة الكرتون زي العصير نزلت 2، مش 1.5، 2 أفضل. تمام؟ كله على البارد، ورح نروح نطبخهم على الغاز مثلهم مثل المهلبية. أول ما يبلش يغلي بتهدي النار وتضلك تحركي بهالطريقة. الهيل ممكن تستبدليه بماء الزهر، ماء الورد، ممكن تحطي كاكاو إذا بتحبي تعمليها شوكولات، يعني بصير. بس هي ريحة الهيل والطعم مع فنجان قهوة من نجدية، صراحة الأمور بتكون تمام. بهارات إسناد كمان رح تلاقوها بكل المؤسسات المدنية والعسكرية، ما رح تتغلبوا. معكرونة ونودلز جوستو برضو كمان موجود في أغلب المؤسسات، صراحة سعره كثير، يعني يجنن سعره بالنسبة لكثير منتجات بلاش. بالنسبة للطحين والسميد، كل إشي طحين ناعم وسط خشن موجود اللي هو السميد، والطحين موجود منه عدة تعبئات مختلفة، وأنا تفاجأت يعني، وشكراً إنه يعني دائماً بتعطونا الثقة. ذكرت على الهواء مباشرة إنه أنا بشتري هذا الكيس بالرغم من إنه اللي بيشتغل في المطبخ أنا لحالي بالبيت، بس لأنه بركة وبفرق يعني تقريباً نص باكيت لباكيت عن الفرط أو العلب الصغار، فدائماً أبرك إليك تجيبي الكبير. ناخذ الطنجرة وبنروح فيها على الغاز وبنطبخ الخليط لما يتقل معانا، بنسكبه ساخن. واختاري دائما صحون تقديم حلوة، يعني أنا هدول 3 بدينار، فهدول الأكياس قديش هم حجمهم منقنق وحلو بس مش كتير غالي، فدائما هيك بذكاء تعامل. رح نجيب شوية ورد محمدي قابل للأكل، هذا اللي بنعمل منه النوقة، هذا هو هلأ صار في منه لون زهر اللي هو الورد الجوري المجفف، وفي منه هذا كضرب هيك نكهة شرقية. يلا هلأ رح أجيب الطبخة. شوفوها كمان الشكل النهائي، رح نحط الورد المحمدي وبعده مباشرة الفستق الحلبي. هيا إن شاء الله يا ربي نجاري الهنا على قلوبكم. اللي عندها حدا كبير بالعمر بالبيت كتير رح ينبسط عليها نكهة الهيل خرافية بهذا البودينج، مش كتير زاكي. اللي عندها حدا عمره فوق السنة بيبي، يا سلام شو رح ينبسط عليها، كتير كتير. شوية فستق حلبي مطحون باودر بهالطريقة، هيو كمان رح أجيب شوية ورد محمدي. هو بيكون ورد، أنا بطحنه ببعض الأحيان صراحة، وقابل للأكل ما بخوف، وصحة وهنا على قلوبكم. رح ننقلهم على طاولة العرض.
هاي كمان الرقاب صارت جاهزة، بس لازم أنا أحط لها مناكير ما بيزبط. رح أنقل هذول مكانهم نحطهم. نكون بارد هيك بعد غدا يوم الجمعة، يا سلام رهيب. هيا هي كمان، يعني تقريبا صراحة الطنجرة بتعمل من هذا الصحن الصغير تقريبا 8 تقريبا، يعني حسب حجم الكوب اللي بتضيفي فيه بيعطيكي كمية. دايما حاولي تحلاية خليها بكاسات مش كتير كبار، اللي بحب يتني بيتني، بس بالمقابل اللي ما حبها ما يضطر يترك الصحن مثل ما هو. شايفين الورق كيف بلمع وما اسود؟ لأنه انطبخ على البخار. كل ما غرق ورق الدوالي بالمي المغلية ومعجون الطماطم بسود، يعني بدي احمل لك حبة هيك بشهي القلب. واللحمة محمرة ومأمرة، بالرغم من انه في رب ندرة، المفروض اللحمة تطلع مجلدة، هيك الصح، بس ما جلدت بسبب وجود الكركم. فيعني ان شاء الله ما بدلكم الا على الصح. هاي عشان نخليها واضحة هيك، وهي كمان معي هاي. هاي شوفي اللحمة ما احلى لونها، طلعي ما اجملها، رهيبة. شوفي شوفي الورق كيف لونه ما أحلى، طلع نهنه على الآخر. إن شاء الله صحة وهنا على قلوبكم، تاكلوهم بالسعادة والصحة يا ربي دائما. رح أنظف صحني وبرجع أذكركم بشكل سريع هيك سريع سريع إن شاء الله تعالى بطرق الطبخ، إن كانت بالسائل أو بالفرن. يلا رح نجيب شوية بقدونس نجمل طبقنا للعيلة، بعدين رح نجيب شوية قشر بندورة. استخدمي سكين منشار علشان القشرة ما تقطع معك، يضل صحننا حلو بنفسك الطيب. وأنا صراحة زيكم يعني بحبه من الطنجرة على السدر على الأكل فورا، لا بحب أزينه ولا بحب أصفت، حتى الورق بحبهوش مصفت يعني صراحة. أزكى زي ما كانوا أهلينا يمسكوا هالطنجرة مخبص اللي هو مستوي زيادة، بس أنا على الشاشة يا هلا ما بزبط يطلع مخبص. تمام، أنا فعلا بدور على حبة الورق اللي منهنها على الآخر، مشان هيك أنا ما بشد زي أمي، ما بشد الورق عادة، أنا بخلي حبة الورق مرخية على الآخر عشان يطلع منهنة. نحكي عن الرقاب، فيكي تحشيها زي ما قلت لك وبعدين تلفيها بورق زبده وقصدير وتطبخيها بالفرن، وتحت القصدير يكون فيه مي عشان يعطيها جو من البخار. وفيكي يا ستي الكريمه كمان تطبخيها تحت ورق العنب. كيف اطبخها تحت ورق العنب؟ المي تاعت الطبخ بدها تكون فقط للوسط، توصل للرقاب على البخار بخلال هالساعتين غصب عنه بس يطلع كيف بضل لونه فاتح واشقر وغير شكل. ان شاء الله بتاكلوهم بالهنا يا رب. ان شاء الله وصفتنا لليوم عجبتكم ونالت على استحسانكم. سوينا كمان اللي هو الحلى، مهلبية الكاسترد بالهيل الباودر، كنوع من أنواع التحلية البسيطة الباردة بعد الدسم، خصوصا بطبخات يوم الجمعة. رح ننظف صحنا ونقدم لكم إياه. أودعكم على خير وسلامة إن شاء الله، إذا عشنا والله أعطانا عمر نشوفكم يوم السبت بإذن الله تعالى على خير وسلامة. ديروا بالكم على حالكم وانبسطوا بنهاية الأسبوع. هلأ الجد بلش بالمدارس، والأسبوع القادم في أكيد دراسة من أول وجديد، فنوعا ما يعني هذا الأسبوع لسه في نفس مع ست البيت تأخده. ديروا بالكم على حالكم، إن شاء الله بضلوا أولادكم. نشوفكم السبت إن شاء الله. باي باي.